بالامانه نسبه قد ايه؟ والسؤال لحضراتكم انتم الاثنين، نسبه قد ايه ما توفقتش؟ يعني وفقتوه مع بعض وحصل يعني لا قدر الله انفصال. يعني في احيانا بيحصل في ناس احنا بنطردها من الجروب لاسباب، يعني ممكن بنطردها من الجروب اصلا. اه بطردها ليه بقى؟ خالص. يعني في مره واحده كانت بتقول لي انا معايا بنتين وعايزه عريس، فقلت لها حاضر ماشي. فهي بنتنا في حدود العشرينات 25 26 فهي انا لاحظت حاجه، كل ما بتختار عريس بتختار سن كبير اللي هو سن كبير. فبسال العريس بعد كده بتشترط عليه انه لازم لما تيجي البيت تزور عندي في البيت تجيب معاك تورتايه وتجيب معاك كذا وتجيب كذا عشان البنت تقبلك. فلقيت كل مين اللي يوم بتاخد خامل العروسه الام 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 وتجيب معاك برفان غالي كده عشان بنتي تقبلك. طب وفيها ايه لما تشتري تجيب معاك تورتايه؟ لحظه بس يا فندم، في اليوم الواحد بتاخد 10 عرسان من عندي، فعندها 10 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده خدتها تجاره، فانا لاحظتها استغربت جدا. بتعمل ايه بالترد دي كلها يا دكتور؟ الغلط من عنده هو اللي بيبعت لها. انا ما كنتش اعرف في الاخر. ايوه يعني هي في الاخر ايه الاستثمار اللي بتقوم بيه عن طريق التورتات دي كلها؟ فتحها حلواني. والعجيبه انها هي مستواها اجتماعي كويس وساكنه في منطقه كويسه، فاتضح ان هي عندها حاله نفسيه ان هي تجيب الحاجات دي. فطبعا طردتها من الجروب. ويعني المفروض يا دكتور من اول لقاء وعرفت الحل. عرفت خدعه التورته دي ما تبعت لهمش تورته تاني. في حاجات تانية كمان حصلت معايا. يعني حضرتك كنت عايز تقول حاجه قبل المداخله دي؟ عندي حاجه غريبه. يعني من الحاجات اللي فعلا الغرائب ان في مره جاء عريس عندي فقال لي انا صرفت يعني في المقابلات بس مبلغ كبير جدا جدا اتجوزني. على ايه؟ على التورته؟ لا مش على التورتة، لأن كل يوم بيقابل واحدة في مكان معين بيدفع مبالغ كبيرة هنا وهنا وهنا. فمن في أماكن عامة يعني؟ في الأماكن العامة. فأنا شفت واحدة اتنين عندي بتقول لي إيه، هي قالت لي أنا صريح معاك يا دكتور أنا بحب أتفسح، فبتفسح كل يوم أشوف عريس في المكان الفلاني، يعني أروح في أماكن ما تعرفش تدفع فيها. يعني هي البنت بتبقى خارجة تتفسح؟ بتتفسح بس. فطبعا في الحاجات دي هي اللي هي اللي هي اللي لا يا دكتور احمد انت فيها موقف. دكتور احمد انت ظالم البنات. لا مش كل البنات بيلموا يعني التورته ويتفسحوا على حس مشروع الخطبه ده. لا ده حاجه دي الحاجات اللي هي حصلت. ما لازم في حاجه بتبقى كويسه وحاجه يعني الحاجات الكويسه اللي اتجوزت كتير. انا سمعت كميه النهارده قصص غريبه من الغرائب. الغرائب هي كلها غرائب وعجائب. دي الغرائب والعجائب. دكتور احمد بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مدام سوسو بشكرك شكرا جزيلا. بتمنى لكم انتوا الاثنين التوفيق في المهنه، في المهمه الصعبه جدا دي. ونصيحه لكل العرسان ما تجيبش تورته، محدش يجيب تورته. خليكم معانا بعد الفاصل.